نقابة الصيادلة بتقول لك إضافة مادة بلائحة آداب المهنة لتجريم سلاسل الصيدليات. يعني إيه سلاسل الصيدليات؟ حضراتكم عارفين إنه في تشينز أو سلاسل للصيدليات، يبقى صيدلية ليها كذا فرع مثلا 4 5 في القاهرة، في المحافظات وهكذا. الجديد بقى إن بيقول لك إنه هنعدل الكلام ده، ونقابة الصيادلة بتقول لك مش عايزين حاجة اسمها يبقى في سلاسل للصيدليات. الدكتور جورج عطلة، نقول الخبر، الدكتور جورج عطلة أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، قال إنه النقابة بتعد حاليا لإجراء تعديل على لائحة أداب المهنة لإضافة مادة تجرم بها فتح سلاسل الصيدليات، وأشار إنه النقابة هتعد كمان مقترح للمادة دي إنه يتم طرحها بالعمومية الطارئة المقررة عقدها الجمعة 23 ديسمبر. وأوضح دكتور جورج عطلة أنه لم يحدد بعد العقوبة التي ستتضمنها المادة، وسيتم تركها لاقتراح أعضاء الجمعية العمومية واختيار الأفضل منها. القرار ده غريب بالنسبة لنا جدا. تعالوا ناخد مع بعض على الهاتف الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة. يا دكتور صبري صباح الخير يا فندم. صباح الفل، يا اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. هو القرار ده جديد يا فندم ولا كان اتناقش قبل كده؟ وايه السبب منه؟ ليه النهارده بنقول عايزين نلغي سلاسل الصيدليات، ما يبقاش في حاجه اسمها chains of pharmacies او سلاسل صيدليات؟ الفارماسيز دي انا بعتبره سرطان المهنه بلغه العمل النقابي. هذا الكيان الذي يسمى السلاسل أثر سلبا على مهنة عريقة بقيمة وقدر مهنة الصيدلة. طبعا للأسف الشديد قانون 127 لسنة 55 في مجموعة من القوانين اللي بتجرم أن الصيدلي يمتلك أكثر من صيدليتين. المادة 17، المادة 78، المادة 79. للأسف الشديد طرحنا أكثر من إصدار وأكثر من دراسة لتنقيح القانون المهلهل يعني البائد لسنة 55، وما زلنا ننتظر قرار مجلس النواب لتغيير هذا القانون ليتناسب مع تحديات المهنة. للأسف لما نقول سلاسل يعني ايه؟ يعني نوع من أنواع التحايل بوضع يافطة بهوت لاين لمجموعة من الصيدليات تتملك كل السيء والمسيء في المهنة، تتملك الأدوية الغير مرخصة، تتملك الأدوية المهربة، تتملك الأسعار المبالغ فيها بعشر أضعاف، وتقول نحن نقدم خدمة للمريض. هي لا تقدم شيء، هي تأخذ من المريض حقه. ماذا لو يا دكتور صبري، ماذا لو تقدمت أو تقدم أصحاب هذه السلاسل بما يثبت أنه عدم صحة أي من البنود أو النقاط اللي حضرتك ذكرتها، وأنه ما فيش عندهم احتكار لسلع معينة ولا أسعارهم أعلى من برة، وأنه بالفعل وجود تعددية لفروعهم ده بيقدم مزيد من التنافسية بين الصيدليات؟ ماذا لو؟ يا فندم، القانون الذي نحترمه جميعا ونقدره ونجله هو من حدد ونظم المهنة، ويجب أن نلتزم بها. أولا كون أنه يخالف قرارات القانون فهو مخالف. ما يترتب على ذلك هو الأسوأ. أولا قامت حملة من التفتيش الصيدلي مع حماية المستهلك، واستطاعهم أن هم يؤكدوا ذلك، حصلهم على 206 صنف، صنف بأعداد، يعني تعدت مبلغ كبير جدا جدا من إحدى السلاسل من أكثر من فرع منها. واليوم إن شاء الله في مؤتمر صحفي في نقابة صيدلة مصر توضح ملابسات هذا الأمر. طيب أنا ليا سؤالين أخيرين عند حضرتك يا دكتور. المواطن اللي قاعد بيسمع دلوقتي أنا بتخيل إنه بيسأل نفسه سؤال واحد عايز يسأله لحضرتك، إنه أنا كمواطن ولا أفهم في إنه يعني إيه سلاسل صيدليات، ولا يعني إيه هوت لاين، ولا يعني إيه كان في قانون قبل كده إنه بأقصى حد المفروض فرعين للصيدلية مش أكتر من كده، ولا كل الكلام ده، ولا زي القانون، ولا ليه دعوة بالكلام ده. أنا سؤالي كمواطن حاجة واحدة بس، لو حضراتكم كنقابة صيادلة نجحتوا في
إبطال ما هو معروف بوجود سلاسل الصيدليات، هل أنا كمواطن هستفيد؟ الدواء هيبقى متوفر دايما ومحدش هيحتكر فيه وسعره هينزل؟ حرج كلامي، حرج كلامي للمواطن الذي يذهب إلى هذه السلاسل ويجد بقى الألبومين المهرب الذي يسبب رعشة ويسبب الوفاة، سيجد أصناف أدوية مستوردة يأتيها من المصادر الطبيعية من الشركة المصرية كانت بعشرة جنيهات أو بعشرين جنيه، الآن أكثر من 500 جنيه. أمراض الكلى، أمراض السرطان، أدوية الكلى، أدوية السرطان، الأدوية التي نستطيع أن نحصل عليها في شكل احتكار واضح، هذا ما يفعله السلاسل. ناهيك أن هذه السلاسل، ألو؟ أي فندم معاك، كلام مهم جدا، اتفضل. ناهيك ان هذه السلاسل تدمر كل سلسله من كل فرع من هذه السلاسل، تدمر بجوانها من 10 ل 15 صيدليه، لانها تتعامل من مبدا الادويه التي لا تستطيع ان تجدها في اي مكان، بتاخذها باوفر ديسكاونت وخصومات اعلى من خطوط انتاج بعينها في شكل احتكاري، لان اصحاب هذه السلاسل هم اصحاب نفوذ. نحن لا نتحدث على اشخاص قدر ما نتحدث عن مجموعة من آليات التعامل مع منظومة صناعة الدواء وتجارة الدواء ووصول الدواء الآن الفعال بسعر يتناسب المريض المصري والحفاظ على البعض. طب اسمح لي يا دكتور، بس الفضول بياخدنا سؤال تاني، هتتعاملوا ازاي يا فندم؟ ده في منهم زملاء لحضراتكم في غرفة صناعة الدواء، هتتعاملوا ازاي يا فندم؟ أشكرك. هذا ما يسمى الكيان الذي يسمى غرفة صناعة الدواء، هو الكيان الأقوى وهو اللوبي الرأسمالي الذي يتحكم في القرارات والقوانين، ومن أهدر صناعة الدواء. هؤلاء أناس يفضلون المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، لا يهمهم لا مريض ولا يهمهم دولة، ودليل على ذلك ما نحن فيه من أزمة، لا توجد أدوية مستوردة بسبب تغيير العملة الدولارية، وللأسف الشديد نجد أن هذه الأصناف بكميات كبيرة جدا جدا في مخازن السلاسل وتباع بعشرين وثلاثين ضعف. هل هذا هو المنطق؟ هل هذا هو القانون الذي يجب أن يحترم لتنظيم منظومة قدر تجارة الدواء، هذه السلعة الاستراتيجية التي لا يستطيع المريض أن يستغني عنها في وقت أن تمر به مصر بأزمة؟ أظن الكلام واضح. لماذا كان الصمت إذن يا دكتور طوال هذه السنوات، طالما غرفة صناعة الدواء بحسب وصف حضرتك، طالما وجود سلاسل أو chains of pharmacies موجودة تحتكر الأدوية وتضر بمصلحة المواطن وصحته أيضا، لماذا كان الصمت يا دكتور طوال السنوات الماضية؟ أشكرك. الصمت هو سبب هذا القانون الذي يعاقب بجنيهات زهيدة، وهناك تحايل على القوانين باسم إدارة الصيدليات، واستطاع هؤلاء المتحايلون ان هم يأتوا بما يسمى إدارة الصيدليات من وزارة الاستثمار، وهناك خلاف رهيب بين وزارة الصحة في شكل إدارة التفتيش الصيدلي ووزارة الاستثمار التي هاجمت هذه التراخيص التي لا قيمة لها وليس لها اي اعتراف رسمي من قبل وزارة الصحة. بشكر حضرتك يا فندم. تنظم هذا العبث. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة. بعتقد أنه الدقائق الماضية حملت معلومات خطيرة جدا وكلام مهم جدا بخصوص صناعة الدواء. للأسف الشديد المواطن المصري بالفعل لم يجد من يحنو عليه في قصة الدواء دي بصراحة شديدة جدا طوال السنوات الماضية، صمت وقرارات خاطئة ربما وتنفيذ خاطئ لقرارات، وفي النهاية المواطن لا عارف يلاقي الدواء بسهولة ولا بيلاقيه بالسعر اللي المفروض يلاقيه بيه. موضوع الألبومين اللي اتكلم عليه الدكتور ده، احنا بقالنا سنين بنتكلم في قصة الألبومين ده، سنين سنين بنتكلم فيه، حاجات أدوية أورام تنزل وفجأة تختفي، أدوية دم مشتقات دم مختلفة تنزل وتختفي، حاجات كتيرة قوي قوي قوي. وفي النهاية المواطن يعني ربنا معاكم، لو ده في الصالح العام للمواطن المصري يا رب تنفذوه. بعتقد أنه الفترة القادمة ستشهد ديبيت أو مجادلات هائلة الحقيقة بين الأطراف المختلفة اللي ذكرها الدكتور صبري خلال هذا